ما كلمتيش عن شيكابالا؟ لا طبعا انت لعبت معاه كمان وحضرت شيكابالا كتير، ويمكن في ناس تقول لك شيكابالا كبر، بس الحقيقه كل فتره بيثبت ان هو لا، حتى مهما كبر يعني بيحلو، ومهما قدم بيحلو وليه بصمه ولمم الفرقه كمان. بالظبط، يعني انت محتاج قائد، دي نمره واحد. يعني شيكابالا دلوقتي قائد في الفريق ولمم الفرقه كويس قوي، وغير شيكابالا بتاع زمان كان خلاص. يعني شيكابالا ما شاء الله وصل لمرحله النور ان هو يقدر يلم الفرقه ويلم، دي نمره واحد. نمره اتنين، شيكابالا موهبه طبعا ما حدش يقدر يتكلم عنها في كره القدم المصريه، وكلمت انا قلت الكلام ده قبل كده ولعبنا مع بعض. لكن الجمهور عاطفي، الجمهور عاطفي، نكسب وشيكابالا ينزل يهدف ويعمل شكل كويس، الناس كلها تقول ان لسه بيأدي. اول ما نخسر الناس تبدا تتكلم، والله لا شيكابالا ما كانش يبدا، فهي دي طبيعه الكوره يعني، دي ما لكن شيكابالا ايقونه في كره القدم المصريه بجد، وكان ممكن يوصل لمراحل اعلى من كده بكتير. لكن انا مبسوط، واحنا شفنا المباريات الكبيره، ودايما اللعيبه الكبار هي اللي بتقفل المباريات الكبيره. صح. وشفنا شيكابالا في المباريات الكبيره بيعمل ايه؟ كان بينزل حتى يغير نتيجه المباراه. فده معناه ان هو لعيب كبير طبعا، فلازم ان احنا نساند دايما، ودي راجعه للمدير الفني. يعني النهارده شيكابالا سنه مش زي ما كان شيكابالا عنده 20 25 سنه 28، لكن قادر ان هو في اوقات يمكن بقى اختيار المدير الفني الاوقات كان هو اللي ممكن يخلي شكل شيكابالا مش كويس، لان الكل ما كانش كويس، مش شيكابالا بس. لكن في الهزايم لما النتائج تبقى وحشه الكل يعني زي ما بيقولوا استقابة عم، يعني من الاخر، فكان كله شايف شيكابالا والله ما يقدرش ان هو يكمل ويلعب وخلاص.